السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. لو افترضنا مثلا أن أنت عندك محل أو أي مشروع أنت بتديره وعايز تعرف إيه الفلوس اللي بتخش وإيه الفلوس اللي بتخرج وإيه الرصيد اللي موجود في الخزنة عندك بطريقة سهلة جدا وبسيطة. كتير مننا بيتلخبط وهو بيحاول يحسب فلوسه اللي بتخش وفلوسه اللي بتخرج وبيلاقي صعوبة في انه يعرف رصيد الخزنة بتاعته قد ايه بالظبط. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض خطوة بخطوة ازاي نعمل سيستم كامل وبسيط لإدارة حساباتك، كل ده من خلال برنامج الإكسل، وهنتعلم ازاي نسجل كل جنيه بيدخل وكل جنيه بيخرج وازاي نحسب الفلوس اللي فاضلة في الخزنة بشكل اوتوماتيكي. بس قبل ما نبتدي الشرح ياريت ما تبخلش علينا بلايك للفيديو، واللي بيشوفنا لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ الشرح على طول. اهلا بيكم مرة تانية. طيب هنبتدي بقى في البداية نصمم الشكل اللي هنشتغل عليه واللي من خلاله هنبتدي نحط الفلوس اللي هتخش لنا والفلوس اللي هتخرج ورصيد الخزنة هتبقى ايه. طيب تعالى نحط الاول العنوان بتاعنا. هنيجي هنا مثلا هنقول هنا حركة، نغير اللغة، هنقول هنا حركة الخزينة او النقدية خلال شهر. هتبتدي بقى انت ايه تحدد الشهر اللي انت فيه، هنقول مثلا لعام 2025 بالشكل دوت. وهاجي هنا اقول هنا اول حاجة التاريخ، وهنا رقم اذن الاستلام، وهنقول هنا رقم اذن الصرف، وهنقول هنا البيان، وهنا هنقول المقبوضات، وادوس هنا ايه الت وانتر، واحط بين قوسين كده ايه كلمة مدين، وهنيجي هنا في الخلية اللي جنبها برضو هنعمل هنا، بس بدل ما نقول المقبوضات هنقول هنا المدفوعات، وبدل مدين ديت هنخليها دائن، وهنيجي هنا هنقول الرصيد او رصيد الخزنة بالشكل دوت. هنيجي بس ننسق فيهم شوية، تعالى كده ايه نعمل دول كده في جدول، نختار هنا بوردر ونختار حجم الخط بالشكل دوت، ونخلي دول كده نعلم عليهم، وندوس هنا على وارب تكست عشان الكلام يبقى تحت بعض. احنا ممكن بقى ندي العنوان دوت كده لون، نختار اي لون من الالوان اللي موجودة هنا دي كده مثلا، ممكن نكبر الفونت شوية، ممكن نلون دي برضو كده نفس اللون. وأول صف في النموذج بتاعنا دوت هيبقى هنا رصيد آخر المدة، أو مثلا هنقول الرصيد المرحل، فأنت بتحط المسمى اللي أنت عايزه. نظبطها كده إيه مع بعض. طيب العنوان بتاعنا دوت اللي هو حركة الخزينة ممكن نوسطنه، نعلم عليه كده كله ونعمل ميرج بالشكل دوت. طيب هنيجي هنا انا عايز الصف دوت اللي فيه رصيد اخر المدة، ممكن نديله لون كده تاني مختلف بالشكل دوت. هنقول مثلا احنا الشهر اللي فات كان فيه في الخزنة، او هنبتدي مثلا الشهر دوت والخزنة فيها مثلا ايه 10,000 جنيه، يبقى هنكتب هنا 10,000 جنيه بالشكل دوت. تعال نكبر كده الفونت عشان ايه يبقى الكلام واضح. بالشكل ده كده. طيب يبقى احنا كده ايه صممنا النموذج بتاعنا، حركة الخزينة النادية خلال شهر مثلا سبتمبر لعام 2025.
أول الشهر إحنا عندنا في الخزنة 10,000 جنيه. طيب لما نيجي بقى نبتدي نشتغل، هنقول مثلا إيه بتاريخ 1/9 مثلا 2025 كان في إذن صرف برقم مثلا 20، والبيان بتاعه هنقول مثلا إيه بيع أدوات مكتبية مثلا أو كهربائية زي ما أنت عايز، بتحط بقى البيان اللي أنت عايزه، وبنحط هنا الرصيد مثلا هنقول 5,000 بالشكل دوت. طيب هنيجي في يوم تاني هنقول مثلا 1/9/2025 هنقول رقم الإذن مثلا 21، وهنقول هنا برضو ايه تحصيل مبالغ من العميل كذا. طيب برضو حصلنا مثلا ايه 10,000. طيب هنيجي مثلا في يوم تاني هنقول مثلا 13/9/2025، بس المرة دي هنصرف بقى، هنطلع من الخزنة مش هنحط في الخزنة، هيبقى إذن صرف، هنقول مثلا إذن الصرف رقم 23 مثلا، هنقول البيان هنقول هنا فاتورة كهرباء مثلا، وهنا طالما صرف هيبقى في هنحطه فين؟ في المدفوعات أو في الخانة اللي فيها الدائن، هنقول مبلغ مثلا 500. وهنعمل إذن صرف تاني هنقول مثلا 14/9/2025، هنقول مثلا 24 رقم إذن الصرف، وهنا هنقول مثلا فاتورة مياه مثلا، هنقول مثلا ب700 جنيه. طيب دلوقتي انا عايز اعرف بقى ايه الرصيد الخزنه. انا دلوقتي في حاجات دخلت وفي حاجات خرجت وكان عندي رصيد مرحل، ازاي بقى اقدر اتابع يوم بيوم حركه الخزينه عندي؟ طيب هنعمل ايه؟ هنيجي هنا في اول بيان عندي هنقف عليها كده، وهنقول هنا بيساوي، هيساوي ايه؟ الرصيد اول المده اللي هو 10,000 دوت زائد المقبوضات ناقص المدفوعات، ودوس انتر، هيطلع عندي هنا ايه 15,000. انا كان عندي في الخزنة 10,000، وبعد كده في 5,000 دخلوا عندي الخزنة، يبقى الاجمالي 15,000. طيب لو اخدت المعادلة دي وسحبتها كده الخانة اللي تحتها هيبقى كام؟ 25، لان في انا حصلت مبلغ من عميل 10,000 جنيه، وكان في 15,000، يبقى الاجمالي 25,000 جنيه. طب احنا صرفنا، لو سحبت المعادلة برضو تاني كده هنلاقي المبلغ ال 25,000 دي قاله ب500 جنيه، يبقى الرصيد عندي 24,500. طيب هناخد بقى المعادلة دي ونسحبها لآخر الجدول بالشكل دوت، هنلاقي الرصيد عندي بقى 23,800، عشان كان في إذن صرف عندي ب700 جنيه. طيب لو جينا بقى حطينا مبالغ في الخزنة، قلنا مثلا هنا يوم 15/9/2025 في رقم إذن صرف، هنقول مثلا رقم 30 ده عبارة عن تحصيل نقدية، طبعا انت بتحط المسمى اللي انت عايزه، وهنحط طبعا في المقبوضات هنقول مثلا 200 او 1200، ودوس انتر. مجرد ان انا دوست انتر عدل على طول البيان بقى 25,000. طب لو حبيت برضو اصرف من الخزنة، هنقول مثلا هنا يوم 20/9/2025 رقم اذن الصرف، هنقول مثلا 35 هنا صرف رواتب مثلا، يبقى هنحطها في المدفوعات، هنقول مثلا 5,000، ودوس انتر بقى الاجمالي 20، وهكذا. كل ما تحط بيان سواء دخل الخزنة هيزيد معانا في الرصيد، أو خرج من الخزنة هيقل معانا من الخزنة. طبعا البيان دوت احنا ممكن نعمله قايمة منسدلة، بس نبقى مجهزين البيانات بتاعتنا
يعني لو افترضنا مثلا ان دي البيانات اللي موجودة عندي، بناخدها كده بتبقى موجودة عندنا في اي شيت تاني او في نفس الشيت مثلا بالشكل دوت، عايزين نحط البيانات دي في البيان هنا جوه قائمة منسدلة، فهنعمل ايه؟ هتيجي تقف كده او هتعلم على العمود اللي فيه البيان كله بالشكل دوت، وهنيجي هنا من قائمة داتا وهنختار هنا داتا فاليديشن بالشكل دوت، وهتيجي نختار هنا الليست ونقف هنا على السورس ونعلم على البيانات اللي موجودة عندنا كلها، ونسيب كذا صف فاضي كده عشان لو حبينا نزود بعد كده. بعد كده بدوس هنا اوكي. لو جيت بقى انا هنا فتحت القايمة هلاقي البيانات كلها موجودة اهي، يبقى مجرد ان انا بس ايه اختار كده واحط مثلا التاريخ واحط رقم اذن الصرف واجي احط المبلغ، يبقى هنلاقي الرصيد بيظهر معانا بصورة تلقائية. ممكن البيان ده بقى نخفيه، نعمل له اخفاء هايد من هنا كده عشان ما يبقاش ظاهر معانا. وبكده قدرنا نعمل سيستم بطريقة سهلة جدا وبسيطة على الاكسل، نقدر من خلاله نعرف حركة الخزينة، سواء فلوس دخلت الخزنة او فلوس خرجت من الخزنة. اتمنى تكون حلقة النهاردة استفدت منها. حلقة النهاردة كانت حلقة سهلة جدا وبسيطة، ممكن اي حد يعملها يستفاد من الشرح اللي احنا عملناه النهاردة. ياريت بقى ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، وانتظروني في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.